بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. هناخد بعض التعليقات أو بعض الأخبار، هناخد أخبار كتير عن النادي الأهلي النهاردة، وكلام عن ان في قناه جديده هتبث، قناه مصريه هتبث كل بطوله امم افريقيا. لكن قبل ما نبدا موضوعاتنا هنتكلم عن امير مرتضى منصور وسيد عبد الحفيظ وتعليق من اسامه السويسي على الهجوم اللي قاله امير مرتضى منصور، واتكلمنا فيه في فيديو امبارح وقلنا ان امير مرتضى منصور باسلوب سخيف يعني على غير طريقه سيد عبد الحفيظ، اتكلم بموضوعيه باستثناء قصه قلنا خالد الغندور، لكن كل كلامه قصف جبهات بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام. لكن امير مرتضى منصور، لا امير مرتضى منصور زي ما تعودنا منه يعني اتكلم باسلوبه بطريقه الرخم، قال على سبع فيز الرخم، قال لك هجيب لك دكتور نفساني، هجي لك واجيب لك، هرجع اتسلى عليك كانه 2 كيلو لب يعني هيرجع يتسلى عليه. وبعدين بيكلم مين يعني؟ هناك فارق التاريخ، واحد دخل كده بالباراشوت على الوسط الرياضي. فعلق اسامه السويسي اتكلم وقال لك ايه؟ اي نوع من الاندهاش، اي نوع من الاندهاش؟ محدش مندهش، محدش مندهش من تصرف امير مرتضى منصور. شفنا كلنا امير مرتضى منصور واللي قاله، وامير مرتضى منصور ده ابن مرتضى منصور اللي قال لك انا ممكن افتح لكم 10 مصانع قله ادب، يعني انا 10 مصانع قله ادب مره واحده يعني. فالناس مش مندهشه من رد فعل امير مرتضى منصور. قال لك ايه؟ اذا كان رب البيت صليط اللسان بلطجي، فماذا تنتظرون من شيمة أهل البيت؟ اتركوهم يهبدون، وتذكروا أن الفارق بيننا وبينهم سنوات ضوئية، خصوصا في موضوع التربية. ده اللي أنا كنت اتكلمت عليه في الفيديو السابق، قلت إحنا النادي الأهلي قيم وأخلاق واحترام، الاحترام هو اللي بيخلي بينك وبين أي نادي تاني سنوات ضوئية، الاحترام والأدب والأخلاق. الناس اللي شايفه انه ضعف، مع احترامي ليهم وجهه نظركم غلط، الاحترام ده بيزين البني ادم، ميزه مش عيب، بيزينه، بيخلي له قيمه، قيمته اعلى بكتير. نرجع بقى لبعض الاخبار السريعه اللي هنتكلم فيها النهارده. بدايه هناخد موضوعات النادي الاهلي واستمرار خلق الازمات للنادي الاهلي، او بمعنى اخر استمرار يعني زعزعة فريق النادي الأهلي. أولا هنتكلم عن مروان محسن. كل الصحف أو معظم الصحف أو اليوم السائع هو حتى بيتكلم عن مروان محسن ويقول لك إيه، يعني بيطرح فكرة مظلومية مروان محسن. هل مروان محسن اتظلم في النادي الأهلي؟ كان كل الناس لحد فترة أخيرة يا أخي بيهاجموا مروان محسن ويقول لك مروان محسن ليه؟ ازاي يبقى في منتخب مصر وهو ما بيلعبش؟ ازاي يبقى فرود مصر في منتخب مصر اللي رايح معاهم في كاس العالم واللي معاهم على طول بطوله افريقيا ما بيلعبش؟ النهارده بقدره قادر مروان محسن بقى مظلوم. هو طبعا مروان محسن نزل وادى وجاب الجون الثاني في مباراه انبي، ويعني وقبل كده لما نزل كان ها بيغير شكل الفريق شويه يعني. فالنهارده بقى هم عايزين يحسسوا يوصلوا مروان محسن انت راجل مظلوم وبتاع، اتكلم خد لك موقف وبتاع، ويحصل ايه ازمه او يحصل تذمر داخل مجلس اداره النادي الاهلي من مروان محسن. فان شاء الله سعيهم ده هيخيب بامر الله. مش بس كده، ناصر ماهر ده كان بيكلمه كمان عن ناصر ماهر، قال لك مارتن لاسارت المدير الفني للنادي الاهلي بيعقد جلسه مع ناصر ماهر لاخماد ثوره ناصر ماهر بسبب استبعاده عن تشكيله المباريات في الفتره السابقه. يعني هو كلام كله مش منطقي. هل المدير الفني مطالب ان انا النهارده انا عندي مثلا 30 لاعب في القايمه بتاعتي من اي مثلا 30 لاعب، هل بقى مطلوب مني العب 11 لاعب؟ يعني في 19 لاعب بره القايمه، 3 يا عم كمان يبقى 16، يعني 14 معايا هنزل 3 هيلعبوا و11 و14 و16 مش هيلعبوا. هل مطلوب ان انا اقعد كل شويه مع كل واحد من ال 16 اقول له معلش انت مش هتلعب معايا عشان نزل كذا كذا، والله انت حسن؟ كلام مش منطقي يعني. انت النهارده اداء اللاعب في التمرين هو اللي بيفرض على المدرب اخد اللاعب ده او ما اخدش اللاعب ده، الراجل ده يستاهل يبقى معايا ولا ما يستاهلش يبقى معايا؟ ده الكلام المنظم النهارده. صور عاوز اعمل مشكله في النادي الاهلي يبقى مع ناصر ماهر المشكله، ده انا خدت اللعيبه كلها يعني مروان وناصر ماهر ووليد ازارو ووليد سليمان و احمد فتحي مش عارف مين.
رامي ربيع ده يعني رامي ربيع راخر الدور ما قلت انتوا رامي ربيع راخر يعني ازاي ما يلعبش بعد ما رجع قصه وحكايه ده ناس يا راجل. نرجع تاني بقى لموضوع السوبر. زي ما قلنا اتحاد الكره المصري استقر على ان بطوله السوبر هتبقى بعد كاس الامم الافريقيه، يعني هتتلعب بعد امم افريقيه زيها زي كاس مصر. طبعا في الموسم الاستثنائي زي ما اتحاد الكره بيحب يسميه انه موسم استثنائي ومشاكله كتيره يعني، وكويس ان احنا ما لغيناش بطوله الدوري والبطولات المحليه علشان كاس الامم الافريقيه اللي جت علينا فجاه دي. اما بالنسبه لمحمد صلاح بقى ففي كلام كتير يعني من الموسم اللي فات، كلام كتير ان محمد صلاح هيروح لريال مدريد، والكلام متجدد الموسم ده، وقالوا ان محمد صلاح رايح ريال مدريد. طب ايه المشكله ان محمد صلاح؟ قال لك اللي ممكن يحسم الصفقه اللي هي الرعاه. قال لك ايه؟ رعاه محمد صلاح هو بيقربوه للانضمام الى ريال مدريد. قال لك في عالم الساحره المستديره كره القدم يؤثر عليها رعاه بشكل كبير في القرارات الخاصة بمستقبل تعاقدات اللاعبين العالميين والتي ظهرت خلال السنوات العشرين الماضية بصورة كبيرة في الدوري الأسباني. ويرعى نادي ريال مدريد الأسباني الملابس الرياضية نفس الراعي الخاص بالدولي المصري محمد صلاح، وهو الأمر الذي يجعل أفضلية التعاقد مع الفرعون المصري أكبر من الدولي البلجيكي إيدن هازارد الذي ترعاه شركة أمريكية منافسة. هنا ممكن بقى إيه؟ يعني يعرضهم ريال مدريد عايز محمد صلاح، ومحمد صلاح بيعمل اعلانات او متعاقد مع الراعي بتاع التيشيرتات اللي هو مثلا شركه معينه اللي هي نفس الراعي بتاع ريال مدريد. طب تعال احنا هنجيب لك محمد صلاح. طب مثلا لو انا هجيب ايدن هازارد من شركه ثانيه منافسه، النادي اللي هيدفع مش الشركه اللي هتدفع، لكن هنا نفس الراعي واحد، فممكن الراعي يقول ريال مدريد انا هجيب لك محمد صلاح وانا هتحمل مثلا 70-80% مثلا من قيمه صفقه محمد صلاح، او هتحمل الصفقه كلها. ده اللي بيحصل في قصص موضوع الرعاه. وسبق ان فضلت اداره ريال مدريد التعاقد مع ديفيد بيكهام على حساب رونالدينو الذي انتقل وقتها لبرشلونه لاسباب تسويقيه خاصه بالتعاقدات التي عادت بالنفع على النادي الملكي من التعاقد مع النجم الانجليزي. ويعني محمد صلاح حاليا بيرتبط اسمه بانتقال محمد صلاح لريال مدريد. هنا بقى الشركه نفسها هتحقق مكاسب لنفسها وللنادي. النهارده لما انا راعي بتاع محمد صلاح وراعي ريال مدريد، محمد صلاح هيروح ريال مدريد يلبس التيشيرت رقم 11 مثلا، هيحصل بيع مثلا للملابس دي او التيشيرت محمد صلاح، فبالتالي في مكسب كبير هيعود على الشركه ومكسب كبير هيعود على النادي نفسه. ده بالنسبه لموضوع محمد صلاح. اما موضوع بقى كريم بامبو، ففي النادي الاهلي او مؤخرا في كلام اعلن عن ان النادي الاهلي، يعني كلام من حوالي مثلا 3 شهور، ان النادي الاهلي او كريم بامبو وقع للنادي الاهلي خلال 6 شهور اللي بيسمح بيهم الفيفا. يعني هو بقى له 6 شهور على انتهاء عقده، الفيفا بتسمح للاعب والنادي ان يتفاوض مع اللاعب يعني قبل 6 شهور من انتهاء عقده. وده اللي كان او الكلام اللي بيقولوا انه حصل، الله اعلم لسه يعني مسؤول النادي الاهلي او النادي الاهلي لسه ما اعلنش عن قصه كريم بامبو. كلنا عارفين كريم بامبو كان بيلعب في النادي الاهلي وراح الاسماعيلي وانتهى عقده، وعقده هيبقى ينتهي وما جد، وحصل ازمه. وقال لك لما حصل او اداره نادي الاسماعيلي عرفوا ان كريم بامبو وقع للنادي الاهلي فجمدوا كريم بامبو او حققوا مع كريم بامبو. وبعد كده كريم بامبو شارك وشفناه في مباراه الامس مع نادي الاسماعيلي بيسجل هدف ولا اروع. هنستنى ونشوف هل فعلا النادي الاهلي وقع مع كريم بامبو، وايه رايكم في كريم بامبو؟ هل كريم بامبو يستحق العوده للنادي الاهلي؟ استني تعليقات حضراتكم. نرجع تاني برضو لسارتي اجتمع بلاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المراه. يعني كنا عارفين ان النادي الاهلي كان بيلعب مع انبي، وادى اللعيبه راح امبارح الجمعه وبداوا رجعوا النهارده للتمرينات. مارتن لاسارتي اجتمع مع اللعيبه النهارده وعداهم محاضره قبل انطلاق على ملعب التتش الحديث عن تحديات المرحله الاخيره اللي هي عندنا لسه ماتشين، يعني 3 ماتشات. سيبك اسماعيلي المصري اللي الزمالك ممكن يتاجل لبعد امم افريقيا، لكن عندك ماتشين المقاولين اللي هتلعب الاسماعيلي يوم الاربعاء وبعد كده هتلعب المقاولين. قال لك ويواصل الجهاز الفني مشاهده ملخص مباراه الاسماعيلي الاخيره للوقوف على بعض النقاط الفنيه قبل مواجهه الفريقين المؤجله من اسبوع ال 18 في بطوله الدوري، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمواجهه الاسماعيلي لمواصله مشوار الفريق نحو التتويج باللقب. ده بالنسبه لبعض اخبار النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.